السلام عليكم. كيفية تفعيل الوضع الليلي او الدارك مود في سناب شات؟ الطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنفتح سناب شات زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، وبنضغط على الصورة الدائرية للحساب اللي موجودة في اعلى يسار الشاشة. صورة الحساب بنضغط عليها علشان يفتح معانا الصفحة دي. عندنا هنا في اعلى يسار الشاشة ايضا علامة الترس، علامة الترس اللي موجودة في اعلى يسار الشاشة بنضغط عليها علشان يفتح معانا الاعدادات الخاصة بسناب شات. وزي ما احنا شايفين عندنا هنا صفحة الاعدادات الخاصة بسناب شات. بننزل في الاسفل عند خيار مظهر التطبيق، خيار مظهر التطبيق اللي موجود اسفل خيار اللغة. بنضغط على مظهر التطبيق بيفتح معانا الصفحة دي. عندنا الخيار الاول هو التوافق مع النظام، وده معناه انك لو مفعل للوضع الليلي عندك في الجهاز بالتبعية بيكون الوضع الليلي مفعل في سناب شات. عندنا الخيار المفعل هو الخيار الثاني وهو مضيء دائما. اما لو حابين نفعل الوضع الليلي او الدارك مود بنضغط على الخيار الثالث وهو مظلم دائما. بيتم زي ما احنا شايفين تحويل سناب شات الى الدارك مود او الوضع الليلي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة. دي كانت الطريقة. ياريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.